الله الرحمن الرحيم يختار من شاء من عباده ليظلهم بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح إلى 7 أصناف من جملة القوم الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر لنا صفة عظيمة من الصفات الموجبة للاستظلال بظل عرش الرحمن: الأخوة في الله، المحبة في الله. أشار إليها عليه الصلاة والسلام بقوله: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، نشأ بينهما ود ومحبة وألفة ورحمة عند كل منهما للآخر، لا لشيء إلا لطلب التقرب بذلك إلى الله جل وعلا، إلا إظهارا لحب المؤمنين الذين حبهم من حب الله جل وعلا، إلا إقامة لواجب الأخوة والمحبة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. في هذه الصفة العظيمة نأخذ أنموذجا كريما من نماذج القوم الذين تحابوا في الله اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه. مر في التاريخ القديم أن تأمر على الناس ملكا اسمه دقيانوس، كان ملكا جبارا ظالما، وكان يعيش معه في مملكته كثير من الأمراء وحاشيته ومن أبناء الأمراء قوم كثير، كان لهم يوم عيد يخرجون فيه، وطقوسهم في ذلك العيد عبادة بعض الأصنام والأوثان وتأليه غير الله سبحانه وتعالى. إلا أن جماعة من أبناء الأمراء والأغنياء في تلك الدولة لم يعجبهم هذا الفعل ولم يعجبهم هذا التصرف، فأخذ كل منهم يهرب وقت هذا العيد، عندما خرج الناس يهرب يتوارى عنهم حتى وجد شجرة فاستظل بظلها، وهو جالس جاء الثاني فجلس عند شجرة من نفس الطبقة من أبناء الأمراء والأغنياء وعلية القوم، جاء الثالث فجلس عند شجرة، جاء الرابع فجلس عند شجرة، والناس في طقوس العيد وهذا يهرب من الناس، حتى اكتمل العدد 7 أشخاص جالسين تحت الشجرة وكل منهم ساكت لا يلقي للآخرين لماذا هو جالس هنا، لماذا لا يحضر مع القوم، وكل يخاف أن يتكلم لأن هذا الحاكم ظالم وجبار وعنيد ويخاف على حياته. لكن أحدهم تكلم قال: يا قوم، لا أرى إلا أمرا قد جمعنا تحت ظل هذه الشجرة، ليتكلم كل واحد منكم ما الذي أخرجه من بين الناس وأتى به إلى هذا المحل وأتى به إلى هذا المكان. فإذا بالأول يقول لهم: سأقول الصدق وأخبر بالحق، إني في قلبي لا أرضى ما يفعله قومي من عبادة الأصنام ومن تأليه غير الله، وأعتقد أن الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى وحده، خالق السماوات والأرضين، خالق الملك وخالق كل شيء، وما هذه الأصنام وما هذه الكائنات حتى تعبد من دون الله تعالى. فقال الثاني: وأنا أيضا ذات الشيء الذي في قلبك هو الذي حملني حتى أتيت لهنا. الثالث نفس الكلام، الرابع نفس الشيء، الخامس، فإذا بالسبعة كلهم لم يأتي بهم إلى هذا المكان إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وكل منهم لا يعرف عن الثاني شيئا. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. فصاروا يجتمعون مع بعض في كل يوم ويعبدون الله ويذكرون الله يسبحون الله، يتمسكون بما بقي من دين صحيح عندهم ولا يعبدون أحدا إلا الله، واستمروا على هذه الحالة فترة من الفترات يعبدون ربهم سبحانه وتعالى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، آمنوا بالله جل وعلا، حتى وشى بعض الناس بأمرهم إلى الأمير، إلى السلطان دقيانوس، فعلم بخبرهم فاستدعاهم وأحضرهم إليه. ماذا تقولون؟
ماذا بلغني عنكم؟ من تعبدون من إله؟ ما لكم من دين؟ فقوي الإيمان في قلوبهم، فصرح أحدهم بإيمانه بالله جل وعلا وقال له إنا مؤمنون بالله جل وعلا، الله الذي فطرنا وهو الذي يستحق العبادة وهو الذي يستحق أن يعبد، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الحاكم الظالم دقيانوس نزع عنهم ثياب الشرف والكرامة التي كانوا يلبسونها علامة على أنهم من أبناء علية القوم، نزعها عنهم وأخرجها منهم، ومن لطف الله تعالى بهم أنه لم يعاجلهم بقتل ولكن أمهلهم، قال اذهبوا وانصرفوا سأنظر ماذا أفعل في أمركم وأقضي في أمركم لاحقا. فلما انصرفوا عزموا على أن يهربوا من المكان الذي هم فيه، من البلدة التي هم فيها، وينجوا بأبدانهم ويفروا من ظلم هذا الحاكم الظالم. فخرجوا وتبعهم كلب كان يسير معهم حينما يذهبون لعبادة الله جل وعلا، فألجأهم الطريق إلى كهف فناموا فيه، فلبثوا في الكهف 300 سنين وازدادوا 9 سنوات، ثم صاروا آية من آيات الله تعالى، ثم بعثهم الله أخرى فكانوا من آياته الدالة عليه، ثم ماتوا وجعل عليهم مسجدا وربط الله على قلوبهم وجعلهم من آياته، فتية آمنوا بربهم، أحباب في الله اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه. من هذا النموذج، من هذا المثال، وصلوا رسائلا لي ولكل أحد من عباد الله جل وعلا، الثبات على الحق هو المخرج من كل شدة، هو المخرج من كل كربة، الفرار إلى الله هو النجاة، فر إلى ربك وسيجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، لنأوي إلى الله سيرعانا وسيكتنفنا برعايته كما كان يرعى أهل الكهف في نومتهم وفي كهفهم، ويقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وينفر الناس عنهم ويلطف بهم ويحنو عليهم، حتى ذكرهم فيما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: ألا فلنحسن الرجعة إلى الله، ولنتخذ لنا من إخواننا وأحبابنا أحبابا في الله، نقوي وإياهم معنا التولع بالله تعالى وحده، ونعرض عن سائر الكائنات مقبلين على رب البريات جل وعلا. رزقنا الله وإياكم ذلك، واجعلنا من المتحابين فيه الذين يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله.